وما زلنا في الصعيد ومحافظات الصعيد. أحمد الأفيوني بينضم إلينا من سوهاج. أحمد، كيف تصف لنا الصورة؟ نعم إيمان، تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينك الكرام. بالفعل أنا أتواجد في محافظة سوهاج وتحديدا من ميدان الجامعة، الميدان الأشهر هنا بوسط مدينة سوهاج، ويستعد هذا الميدان اليوم لاستقبال المواطنين المحتفلين بذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي ستظل هذه الانتصارات رمز للانتصار والعزة والكرامة في تاريخ مصر والأمة العربية، كما ستظل أيضا شاهدة على عظمة وأصالة القوات المسلحة المصرية. من المنتظر إيمان يعني أنه سيشهد هذا الميدان مساء اليوم وفي تمام الساعة 5 احتفالات كبيرة بمشاركة الآلاف من أبناء محافظة سوهاج، بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات الشعبية والطبيعية والسياسية أيضا للاحتفال بهذه المناسبة من خلال تقديم بعض العروض الفنية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة لقصر ثقافة سوهاج، وأيضا بعض الفقرات والأغاني الوطنية. يعني إيمان منذ دقائق قليلة رصدنا جولة قام بها اللواء الدكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج على عدد من التمركزات الأمنية هنا في هذا الميدان للاطمئنان على مدى جاهزية القوات لتأمين هذه الاحتفالية. إيمان أيضا يعني هذه المشاركة من قبل المواطنين المواطن السوهاجي تحديدا في هذه الاحتفالية اليوم لم تأتي من فراغ، ولكن من منطلق ما لمسه المواطن السوهاجي من إنجازات حقيقية تحققت على أرض الواقع هنا خلال 6 سنوات الماضية. لعل أبرز هذه الإنجازات التي تحققت على أرض محافظة سوهاج وهو إدراج محافظة سوهاج ضمن برنامج تنمية الصعيد، برنامج التنمية المحلية والممول من البنك الدولي والحكومة المصرية بما بقرض يقدر ب 500 مليون دولار، والذي من المتوقع أن يحقق نقلة يعني اقتصادية ونقلة اجتماعية هنا في حياة أكثر من 8 ملايين مواطن من محافظتي قنا وسوهاج. هذا البرنامج يعني إيمان برنامج التنمية المحلية الذي حقق بالفعل العدالة الاجتماعية لمواطني جنوب صعيد مصر من خلال جهود التنمية نحو الجنوب خلال السنوات القليلة الماضية، وتنفيذ لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين كافة في الخدمات والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية هنا في محافظات جنوب الصعيد. لم يقتصر برنامج التنمية المحلية إيمان لمحافظات جنوب الصعيد فقط على إنشاء المشروعات التنموية الجديدة، وإنما امتد هذا المشروع إلى يعني الاستفادة من المشروعات القومية المتوقفة منذ عشرات السنين، وتم بالفعل استكمال عدد كبير من المشروعات التي توقفت في عدد كبير من القرى والمدن والنجوع هنا في أرض محافظة سوهاج. هذا بخلاف يعني ما توسعت فيه الحكومة المصرية في إنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة في محافظات جنوب الصعيد، ولعل كان أبرز هذه المدن مدن الجيل الرابع كانت مدينة أخميم الجديدة هنا في محافظة سوهاج جنبا إلى جنب مع مدينة سوهاج الحالية، أحد مدن الجيل الثالث هنا في محافظة سوهاج. وحجم الاستثمارات التي تقدر في هذه المدن الجديدة هنا في محافظة سوهاج تخطت 10 مليارات جنيه خلال هذه الفترة الماضية. ربما هذا إيمان هو المشهد لدي من هنا من محافظة سوهاج، وبالتأكيد سنتابع معكم عبر الساعات القليلة القادمة احتفالات المواطن السوهاجي هنا من قلب جنوب صعيد مصر بالذكرى 47 لاحتفالات أكتوبر المجيدة. وإليك إيمان مرة أخرى. بشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات أحمد الأفيوني مراسل أكسترا نيوز من سوهاج، وطبعا الشكر موصول لكل زملائنا المراسلين اللي انضموا إلينا في هذه الجولة وفي الجولة السابقة أيضا. انضم إلينا كريم رجب من الشرقية، محمد عبد العزيز من محافظة البحيرة، أحمد الأفيوني من سوهاج، محمد محروس من قنا، إبراهيم عزت من كفر الشيخ، وطبعا محمد الحداد من بورسعيد.